عن العملية الانتخابية. الآن معنا شبكة مراسلين في مدن البلاد، ينضم إلينا من بغداد أحمد مؤيد، حسام الكعبي من النجف، ومحمد قادر من صلاح الدين. أبدأ معك أولا أحمد، كيف جرت عملية تسلم المدارس من قبل المفوضية؟ يعني أفدتنا قبل ساعات بأن المفوضية بالفعل بشرت بتهيئة هذه المدارس في جانب الكرخ، ماذا عن الرصافة؟ مرحبا آية. المفوضية اليوم تسلمت المدارس والأبنية المدرسية التي ستصبح مراكز اختراع بجانبي الكرخ والرصافة، هذا ما أكده الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. منذ ساعة الصباح الأولى بدأت المفوضية باستلام المباني، يصاحب هذا الاستلام قوات أمنية خصصت منذ لحظة الاستلام إلى حماية هذه المدارس كونها ستصبح مركز انتخابي. من واجب القوات الأمنية هو يعني حفظ أمن هذه المباني المراكز الانتخابية، وكذلك تأمين الطريق من مخازن المفوضية إلى هذه المدارس أو المراكز الانتخابية التي أصبحت مراكز انتخابية. ما يؤكده الموظفون الموجودين أحد المدارس التي زرناها في جانب الرصافة، أكدوا بأن هذه اليوم مساء ستبدأ عملية نقل المعدات اللوجستية الغير حساسة بهذه الأيام، وصولا إلى قبل يوم أو يومين من موعد الانتخابات الاقتراع الخاص. بعدها سيتم تزويد هذه المراكز بمعدات الاقتراع بالكامل، يعني نظرا لحساسية بعض الأجهزة التي تستوجب بأن تكون يعني ساعات نصبها قبل يعني لحظات نصبها قبل ساعات من موعد الاقتراع. بالتالي اليوم مساء ستبدأ عملية نقل الصناديق، نقل المعدات الغير حساسة من مخازن مفوضية الانتخابات إلى كل المراكز الانتخابية في بغداد. نتكلم عن 1850 مركز انتخابي في بغداد موزعة بين الكرخ والرصافة. المفوضية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات، هذا ما أكده حتى لحظة إعداد التقرير أحد أعضاء مفوضية الانتخابات. كذلك هناك دعوات من مفوضية الانتخابات إلى المواطنين الذين لم يتسلموا الهوية الناخب، الهوية البيومترية، أنه يعني هنالك آخر يومين لحد يوم 15 بالشهر فرق المفوضية في مراكز التسجيل مستمرة بتوزيع هذه البطائق، وكذلك الفرق الجوالة. قبل قليل صدر بيان من المجمع الفقهي العراقي يدعو الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التسجيل واستلام البطاقات البيومترية وكذلك المشاركة بالانتخابات، وأكد على ضرورة هذه المشاركة. بالتالي فنيا نستطيع القول أنه المفوضية بالجدول الزمني كما ذكرت بالتقرير، بالجدول الزمني في المراحل الأخيرة، لم يتبقى سوى كما ذكرها كذلك، يعني هذه مسألة مهمة. نعم. أنه هناك طيب أحمد، موظفي اختراع احتياط في حال تعذر وصول أذهب الآن في يوم الاقتراع إلى النجف مع مراسلنا. نعم. من هناك حسام، كيف تجري الاستعدادات والتحضيرات في النجف؟ نعم يا آية، يعني محافظة النجف ربما تستعد إلى موعد الانتخابات المحلية مثل باقي المحافظات العراقية. يعني يوم غد صباحا وبعد ما تأكدنا من مكتب انتخابات النجف أنه يوم غد ستبدأ عملية يعني تسليم المراكز الاقتراع والتي تبلغ أكثر من 350 مركز اقتراع على الأجهزة الأمنية. هي بالفعل قبل يومين أو ثلاثة بدأت الأجهزة الأمنية بالانتشار يعني في مداخل النجف والطرق الرئيسة والمراكز الاقتراع في المحافظة، بدأت بشكل واضح الأجهزة الأمنية تنتشر وتوضع خطتها الخاصة بيوم الاقتراع. لكن يوم غد ستدخل يعني المواد الخاصة بالانتخابات أو يوم الاقتراع، لذلك يوم غد صباحا ستبدأ عملية تسليم هذه المراكز بشكل يعني رسمي من قبل مكتب مفوضية انتخابات النجف إلى الأجهزة الأمنية والأجهزة المساندة التي تشرف على عملية إجراء الانتخابات. طبعا آية، يعني في النجف يستعد أكثر من 728 ألف ناخب لإجراء الانتخابات. هذه الإحصاءات يعني بحسب مكتب انتخابات النجف الذين حدثوا بطاقاتهم البيومترية الانتخابية، هم أكثر من 728 ألف. التنافس في النجف بدأ يشتد خصوصا
مع الأيام الأخيرة، ربما كان حضور ملفت أيضا للقوائم الناشئة والقوائم المدنية، وخصوصا الوجوه الجديدة. نتحدث عن وجوه جديدة في قوائم ناشئة أو قوائم تقليدية، هي ربما هذه الوجوه التي تشغل الناخب النجفي، وال يعني العملية تسير بشكل انسيابي، لا توجد أي معرقلات. المفوضية ومكتب الانتخابات هنا في النجف يؤكدون أنهم يعني على استعداد تام لإجراء هذه الانتخابات، حتى قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية تقول أنها مستعدة لتنفيذ خطتها الأمنية، وأيضا توفير بيئة آمنة للناخبين والمرشحين، وأيضا لإجراء هذا يوم الديمقراطي في العراق يا آية. طيب، ماذا عن صلاح الدين محمد؟ كيف تجري الاستعدادات الفنية واللوجستية في محطات الاقتراع؟ يعني هل هي جاهزة لموعد يعني التصويت الخاص ومن بعد التصويت العام؟ نعم يا آية، مساء الخير. يعني سلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع صلاح الدين عصر هذا اليوم جميع المراكز التي ستجري فيها انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، اللجنة العليا للأمن وأيضا للأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، استلمت مهامها منذ عصر اليوم. ما يخص يعني نقل الأجهزة الحساسة الخاصة بعملية الاقتراع، ستتم نقلها منذ فجر اليوم، صناديق الاقتراع وأيضا الكاميرات الحرارية الخاصة بمراكز الانتخابات. يعني تحدثنا مع المفوضية في صلاح الدين وتحديدا مع مدير إعلام المفوضية، أكد لنا بأنه نحو أكثر من 3000 كاميرا ستتوزع على 400 مركز انتخابي سيجري فيه انتخابات العامة وأيضا الخاصة للأجهزة الأمنية. ما يخص أيضا ملف البطاقة البيومترية، هناك نداءات أطلقتها المفوضية عبر الإذاعات المحلية وعبر مكبرات الصوت، وكذلك حتى عبر المساجد، عبر مساجد المدن في صلاح الدين. أيضا المجمع الفقهي في صلاح الدين دعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وانتخاب الشخصية الأصلح والمناسبة التي تنقذ المحافظة وتنقذ المدينة وبعض المدن. آية، يعني ملخص ما جرى، أيضا سيد قائد عملية صلاح الدين أعلن عن بدء الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية بدءا من الشرقاط وانتهاءا حتى بالدجيل، ضمن قواطع المسؤولية قيادة عمليات سامراء وأيضا قيادة عمليات صلاح الدين والقواطع الأخرى المساندة لهذه القطاعات. بالمجمل الاستعدادات تجري على قدم وساق، لا قطوعات أمنية، والإجراءات الأمنية سلسة جدا وتسهيلات أمنية كبيرة للمواطنين وحتى لرجال المفوضية وأيضا الموظفين المختصين في عملية الاقتراع. أكدوا أيضا لنا الأجهزة الأمنية بأنه لا حظر للتجوال في يوم الاقتراع الخاص وحتى العام. نعم يا آية. طيب، كان معنا محمد قادر من صلاح الدين من النجف، حسام الكعبي وأحمد مؤيد من بغداد، شكرا جزيلا لكم على هذه الإحاطة.